برحب بدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي والاستراتيجي. دكتور عبد المنعم، مساء الخير يا فندم. يا نور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور عبد المنعم. هل حضرتك بشكل شخصي وحضرتك متابع جيد لما يدور في الخليج وفي الساحه السعوديه، هل تفاجات بهذه الخطوه بهذا الاعلان الثلاثي، ام انه كانت هناك بعض الاشارات حضرتك التقطتها مؤخرا؟ الحقيقة الموضوع كان في مفاجأة كبيرة، لأنه الخط العام اللي هو سبق ذلك كان أننا نسير في طريق مواجهة كبيرة في المنطقة، ليس فقط في العلاقات الإيرانية السعودية، وإنما أيضا الإيرانية الخليجية ككل، لأسباب متعددة، منها موضوع الاتفاق النووي الإيراني، منها أنه الجانب الإيراني له تدخلات خاصة في اليمن، وأنه هذا التدخل أدى إلى مساعدات كبيرة للحوثيين في عملية القيام بعمليات عسكرية تجاه السعودية والإمارات في السابق. فكان هناك أمور كثيرة يعني معقدة في هذا المجال. التوصل جاء إلى هذا الاتفاق مفاجأة، لأنه كمان كان في تصريحات كبيرة أنه بعد ما جرت بعض المفاوضات في أعقاب ما سمي بإعلان العلا في يناير 2021، بدأت اجتماعات يعني لحل المشاكل المعلقة بين إيران والسعودية، لكن كانت التصريحات القادمة من الفريقين هي أن المباحثات لم تتقدم إطلاقا، وأنه كانت في وساطة عراقية في هذا الشأن ثم وساطة عمانية في هذا الشأن، وكان الظن أن الموضوع انتهى عند هذا الحد، لكن الحقيقة تدخل الصين بما لها من ثقل، بما لها من علاقات كبيرة مع البلدين السعودية وإيران، نجحت في التوصل إلى هذا الاتفاق بالشكل الذي رأيناه الآن. نعم. طيب، في خلال شهرين هيكون في فتح السفارات والتمثيل الدبلوماسي ما بين البلدين، وبعدها هيبقى في لقاء بيجمع وزيري خارجية البلدين الإيراني والسعودي. إلى أي مدى دكتور عبد المنعم ده بيمهد لحل مشاكل في الإقليم زي الوضع في اليمن، الوضع في لبنان، استقرار الأوضاع أكتر في العراق؟ إزاي ده هيساهم على المدى القريب في تحقيق الاستقرار في الثلاث ملفات دول؟ والله سوف نرى. يعني أنا أتصور أنه المعاني ربما الجمل تبدو يعني عامة للغاية، الحديث عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حل المشاكل الإقليمية إلى آخره. القضايا التي أشرت إليها هي سوف تكون الامتحان الخاص لإيران في هذا الشأن. يعني لا يوجد تدخل في الشؤون الداخلية من جانب السعودية في إيران على سبيل المثال، لكن الحوثيين كان لهم صلات قوية جدا بإيران، التسليح بتاعهم بالصواريخ كان يأتي من قبل إيران. عندنا قوات الحشد الشعبي في العراق، عندنا قوات مختلفة في الأشكال في سوريا، وكذلك الحال في لبنان. فالكلام ده كله راهن الآن الاختبار، وأنه في تصوري أنه هناك لدى الصينيين بالذات نوع من الضمانة إلى أن بعضا من ذلك سوف يتحقق، وأنه عملية تبريد لهذه المساعدات سوف يجري خلال مستقبل ليس ببعيد. أنا أعتقد أن هناك عوامل داخل إيران، المشاكل الداخلية اللي احنا عارفينها المتعلقة بالنساء ومظاهراتهم الموجودة في كثير من أرجاء إيران، كذلك غير يعني نجد أنه يعني طبعا العقوبات التي جاءت على إيران على مدى سنوات طويلة يعني أثرت سلبا على النمو الإيراني، أنه أيضا إيران وهي دولة يعني من دول المنطقة تعرضت لكثير من العقوبات الدولية نتيجة سلوكها. فهناك يعني الآن فرصة للجانب الإيراني أنه في الحقيقة يعود إلى دائرة الضوء، يحل المشاكل الإقليمية المعلقة به.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي والاستراتيجي، شكرا لوجود حضرتك معانا.